أهلا متابعين، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن راح نصنع بابيت منزلي، لأنه في كتير ناس منكم طلبوا مني إنه أعمل فيديو تبع البابيت، يعني نصنع بابيت. وفاليوم راح نصنع بابيت مابا، عم ينزلوا الناس على السوق وما عم بيلاقوه، مشان هيك أنا راح أعملكم بابيت منزلي مشان أنتوا تتعلموا شلون وتعملوها وتلعبوا فيها. شكرا أصدقائي على المتابعة والتعليق الحلوة اللي عم تبعتوا لي إياها، وهيك عم تشجعوني أكتر عشان أعمل فيديوهات وهيك الشغلات الحلوة. ويلا نبلش. هل بدي أفرجيكم إيش رح نحتاج. رح نحتاج لزق الشمع، ورح نحتاج هاي الشفرة هيك، رح نحتاج قلم رصاص ومقص وكرتونة، انتو قد ما بتكون قد تكون، ورقة ملونة، ورقة لميعة، أي لون بدكم إياه. ويلا نبلش. فأول شي رح أعمله إنه رح أخذ هاي ورح أقص هدول الأطراف، رح أقصهم كلهم. ويلا فبعد ما مصيناها هذا هيك شكلها، انه هيك اجت هيك، فخليناها مربعة طبعا، ما دورت خليتها مدورة. فلأ بعد ما عملنا هيك بدنا ناخد هاد وبدنا نلزقه، انتو اختاروا اي لون بدكم اياه وراح نلزقه هيك. يلا والله بدنا نلزق هاي هيك. يلا فهلا بعد ما عملت خليتها هيك ولزقت لون ازرق هون، هلا بدي نرسم دورات، فرح احتاج هاد نعمل دورات ونقصهم. ويلا فهو هيك شكله النهائي، عملت ثلاثة فوق، ثلاثة هون، ثلاثة هون. والله بدنا نقصهم بهاي. فهلا بعد ما قصيتهم هيك فهلا بدي اشيلهم، وباستخدام هاي فبابا ساعدني فيها لانه كتير خطيره، فاصحكم تعملوها لحالكم، اعملوها يا اما مع امكم يا اما مع ابوكم. فيلا هلا بنبلش نشيلهم. اشيل هاي شفت شلون مثل هيك هيك مثلا، واو راح نصير ماي جود. فهلا انا خلصت وهيك شكلها. هلا بدنا ناخذ هاي الورقة ونحط هاي هون، ناخذ هاي الورقة ونرسم الدورات، راح اخذ هاي وارسم عليها. فهذا هو شكلها النهائي. وهلا بدي اخذ هاي وقلبها واخذ وحده من هاي مثلا، وبلش اعمل دورات فيه. فنحن بنعمل 9 دورات لأنه أنا عملت 9 دورات. فسوينا 9، هلا بدنا نقصهم مثل ما قصينا هدول. ويلا فرح نقصهم بالمقص.
وهيك شكله. هون انا ملد كله يلا. فهيك هنن بعد ما قصيناهم هيك صاروا. فراح افرجيكم شلون رح نعمل. رح نمسك مثلا هاي وراح نقصها بالنص هيك، يعني بالنص. بعدين رح نعمل لها هيك ونلزقها، يعني نحط هون ونلزق. بالنسبة للمشاهدين الجدد اللي عم يشوفوني أول مرة، ما تنسوا الاشتراك بقناتي وما تنسوا الاشتراك بالإنستغرام تبعي، ويلا نكمل الفيديو. فبعد ما قصيتهم كلهم هلا بدي اخذ وحدة والزقهم. راح افرجيكم شو راح الزق. راح الزق باللزاز الشمع، حط شوي هيك. فهيك هون استناها تنشف. حرات ايدي. فهيك هدول كلهم هيك طبعا ما لزقتهم، بس هيك محطوطين حطب. فهلا بدي ألزقهم، فراح اقلكم شلون. راح نحط هون الحواف كله، بعدين نحطه هيك ويلا. فهو هذا الشكل النهائي. فهيك طلعت هيك، واو. هلا بدنا نطقطق ويلا. واو هلا هيك. هلا بدي ارجع فهيك. واو. فهذول المجموعة القديمة اللي كانوا عندي قبل ما اشتري الفيديت. فهيك هذول هنن هيك. لسه عندي اكتر طبعا، بس هيك حاجة يعني. فشوفوا انا هون عملت امانجاس هيك لون اصفر. وهون قلب، وهيك اشكال حلوة يعني. واي هيك سلحفة هيك. فهي أحلى وحدة فيهم، لأنه تعبنا فيها كتير واشتغلنا عليها أنا وبابا وماما، لأنه هيك كتير صعبة. فهي أحلى وحدة إنه هيك تعذبنا فيها. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم. وشكر خاص للأصدقاء الجدد. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات. وباي.